بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخصص الجلسة الثالثة من جلسات البرنامج الرمضاني وأمنه من خوف لهذا العام الذي تعده وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر بتعاون مع القناة الفضائية الجزيرة مباشرة لتجديد عهد الأمة بأصواتها الحية المعتدلة المسموعة لمقاربة موضوع ضاد هو واقع التعليم الديني في العالم الإسلامي. وقد المتابعون له بين منتقد يقرنه بموجة الغلو والتشدد ومدافع عنه يرى ضرورة تطويره لارتباطه بهوية الأمة وثوابتها القيمية. لقد طورت الأمة الإسلامية عبر تاريخها أنموذجا تعليميا بواها في فترة طويلة من التاريخ الصدارة في العطاء العلمي والسبق في العلوم بشتى فروعها. وكانت أمة الإسلام سباقة إلى إطلاق الجامعة بمفهومها الحديث، فكانت القرويين والزيتونة والجامع الأموي وجامع قرطبة والأزهر الشريف والحرم المكي والمسجد النبوي وبيت المقدس والمحاضر في العمق الأفريقي ومدارس التعليم الديني في آسيا الوسطى وبلاد البلقان منارات للتعليم بكل أطواره طيلة خمسة عشر قرنا. لكن ولأسباب متعددة تراجع التعليم الديني في بلاد المسلمين، وبعد أن كان يشمل كل مجالات العلوم انحصر في تعليم علوم الدين وبعض علوم الآلة بمناهج تقليدية ولم تستطع مخرجاته أن توفر كوادر تؤمن للشعوب الإسلامية حاجتها من المتخصصين الذين يحتاجهم النمط الحديث للدول. فما هو واقع التعليم الديني في العالم الإسلامي الآن؟ وما هي الأسباب الحقيقية لتراجع فعله في المجتمعات الإسلامية؟ وأن السبيل إلى النهوض به؟ وماذا عن فرية تغذيته للتطرف؟ وما السبيل إلى تطويره والنهوض به؟ أسئلة نلتمس أجوبة لها من السادة العلماء الأكارم في هذا اللقاء. معنا مجموعة من المشايخ الفضلاء، فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن ولد الددو رئيس جامعة عبد الله بن ياسين بموريتانيا وعضو أمانة اتحاد العلماء المسلمين، حياكم الله فضيلة الشيخ. والشيخ الدكتور جمال عبد الستار رئيس الجامعة العالمية للتجديد بتركيا، حياكم الله شيخنا. والشيخ الدكتور تركيس لوبيس مدير الجامعة الإسلامية بسومطرة بإندونيسيا، حياكم الله. والشيخ الدكتور عصام البشير المراكشي الداعية والمفكر الإسلامي بالمملكة المغربية، حياكم الله شيخ. والشيخ الدكتور عادل رفوش المشرف العام والمدير العلمي لمؤسسة ابن تشفين للدراسات المعاصرة والأبحاث والإبداع الفكري بالمملكة المغربية، حياكم الله. وفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي الداعية والأكاديمي والأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بدولة قطر، حياكم الله. بداية فضيلة الشيخ محمد ولد حسن الددو، أمتنا أمة إقرأ، وقد ارتبط التعليم منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالدين لتفهيم الشريعة للناس وضبط الحقوق والعلاقات والواجبات في المجتمع المسلم. وتطور الأمر لتصبح للتعليم مراكز تقوم به، فكانت الزيتونة وكانت القرويين وكان جامع قرطبة وكان الحرم المكي الشريف والحرم المقدسي والجامع الأموي ومدارس البلقان وآسيا ومحاضر إفريقيا. وأوجد المسلمون لذلك أوقافا لتمويلها ودعم طلابها وتشجيع شيوخها ومدرسيها. هذا التاريخ جعل للتعليم الديني الإسلامي تعريفا خاصا، فما هو التعريف الدقيق للتعليم الديني فضيلة الشيخ؟ بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نورة الإسلام إلى التعليم أنه عبادة لله سبحانه وتعالى تميزه عن غيره من المدارس. فالتعليم هو أزكى القربات التي يتقرب بها إلى الله. وقد سئل الإمام مالك عن المقرب للقتل الذي لم يبقى من عمره إلا ساعة بأي قطاعة يصيبها؟ قال: علم يتعلم. قيل: يا أبا عبد الله، إنه لا يعمل به. قال: تعلمه أفضل من العمل. وروي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: العلم أفضل من صلاة النافلة. وقد نوب ذلك الإمام جلال الدين السيوطي في كوكب السابع فقال: والعلم خير من صلاة نافلة، فقد غدا الله بالاسم الكافر. وبهذا يكون العلم مرتبطا بأصل الدين، ويكون العلماء ورثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهم قادة الأمة وساستها. إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، وكلما أهلك نبي بعث الله له نبيا، وإنه لا نبي بعدي، وإن علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. وعلماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل يجددون من جدر من أمر الدين، ويحافظون عليه ويضحون في سبيله، ويقولون الحق ولا يخافون بالله ولا تلائم. ولذلك تميز العلم الشرعي عن غيره من العلوم التي يطلب بها الرزق. فالعلم الشرعي يحرم شرعا أن يطلب به أي مكسب دنيوي. ولذلك جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سنن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لدنيا أجزم بلجام من نار يوم القيامة. فلذلك كان طلب العلم خاصا عن طلب العلم الشرعي خاصا بوجه الله. ولذلك قال سفيان بن عيينة: طلبنا العلم أن يكون لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ومن هنا يمكن أن يعرف طلب العلم بأنه أول مراحل خطة، وهي أربع مراحل، هي خطة المسلم في تكوين نفسه وتربيتها. فأولى هذه المراحل تعلم ما أمر الله به، وثانيتها العمل بما تعلمه، وثالثتها الدعوة إلى ما تعلمه وعمل به، ورابعتها الصبر على طريق الحق حتى يلقى الله. وهذه الأربع جمعتها سورة العصر التي قال بها الإمام الشافعي: لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس، فإن الله قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. وهذا الإيمان لا يمكن أن ينال إلا بالتعلم، فهذه هي المرحلة الأولى وهي التعلم. وعملوا الصالحات هذا العمل، وتواصوا بالحق هذه الدعوة، وتواصوا بالصبر هذا الصبر على هذا الطريق. وهن أيضا وصية لقمان لابنه كما قال الله تعالى: وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذا تعليم. ثم قال: يا بني أقم الصلاة، هذا العمل. ثم قال: وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هذه الدعوة. ثم قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولهذا فإن العلماء بكل جيل يختارهم الله سبحانه وتعالى من بين أهل ذلك الدين ويزكيهم ويرفع هممهم ويرفع منازلهم. وقد تعهد الله بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأتمنهم الله على وحيه، فهم وحدهم المؤهلون لفهم كلام الله. فقد قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهم وحدهم الذين يخشون الله حق خشيته، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهم كذلك الذين حكم الله لصالحهم على ما سواهم بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وهم الذين أحال الله إليهم عند الجهل فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأحال إليهم بما يتجدد من النوازل والأمور فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وبين الله كذلك أقصد استشهدهم الله على أعظم شهادة بعد أن شهد بها ويشهد بها ملائكة، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم.
ولا يمكن أن تنال هذه الخطة العالية إلا بكثير من الشروط، ولا بد لها من الاختيار. ولذلك بالمناهج التي أردتم أن تكون هذه الحصة أو هذه الجلسة لمناقشتها في بدء التعليم الإسلامي، كما ذكرت أنت في التقديم، أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. وبين الله لنا المسابقة التي عقدها بين آدم وبين ملائكته الكرام، وحكم لصالح آدم في نهايتها، ففضله على الملائكة الكرام فقاله وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وعندما تغير هذا المفهوم وأصبح الناس ينظرون إلى العلم الشرعي على أنه تخصص مثل غيره من التخصصات، أصبح العلماء ليس لهم تلك المكانة الدينية في نفوس الناس، وانفصل التعليم عن التربية وتغيرت المناهج، فأصبح التعليم اليوم أصابت عدوى التعليم الحديث. الجامعات، حتى الجامعات الإسلامية والكليات، كلية الشريعة وكلية أصول الدين وكلية الدعوة، وقتها مأخوذ من وقت جامعات أخرى، فهي تجاري نظائرها، تحدد 4 سنوات فقط لدراسة العلوم الشرعية كلها، وتحدد وقتا معينا من 9 ساعات في الأسبوع مثلا لهذه المواد. وإذا أراد أهل القسم أن يختاروا مقررا بحثوا وعصفوا أذانهم ليستخرجوا أقصر كتاب وأقصر كتاب في هذا الموضوع. إذا أرادوا أن يقربوا كتابا في أصول الفقه بحثوا عن أقصر كتاب في الأصول. إذا أرادوا أن يقربوا كتابا في الحديث بحثوا عن أقصر كتاب في الحديث، وهكذا فاختصروا واعتصروا من المختصرات. ثانيا، كل أستاذ يتفق مع طلابه في نهاية الفصل أن هذا محذوف وهذا محذوف وهذا محذوف، فكل ما لا يتقنه الأستاذ من الأبواب يحذفه فلا يمتحن به طلابه. وفي بعض الأحيان قد يكون يتقنه ولكن يشق على طلابه فيحذفه أيضا. كذلك أصبح العلم منفصلا عن التربية، فيمكن أن يكون أربع واحد درجة في المجموعة كلها هو أفسق واحد في المجموعة، لأن الأستاذ لا يصحح سلوكهم وإنما يصحح ما جاءه من الأوراق، فيقول هذه بضاعة لا ردة لنا ويضع العلامة كاملة على هذا. فلذلك جاءت المشكلة من هذا الوجه، أن الطلاب ينظرون إلى الشيخ اليوم بنظرة مختلفة عن دورة القديمة، أنه وليد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حامي من الدين وأنه الذي تمنه الله على وحيه، ينظرون إليه أنه مبتزل يرتزق من خلال ما يقدمه للناس. وقديما عندما اختلف العلماء هل يجوز الاقتصار على تعليم أمور الدين، فالشافعي رحمه الله يرى أنه لا يجوز لمعلم العلم الشرعي، معلم القرآن، معلم الحديث، أن يرتزق على ذلك. والحنفية يرون جواز ذلك، وقد حصلت قصة طريفة في حماة قديمة في سوريا بين قاضي حنفي ومعلم الصبيان الشافعي. جاء معلم الصبيان شاهدا عند القاضي فرد شهادته، فقال على ما ترد شهادتي أيها القاضي؟ قال لأنك تأخذ أجرا على كتاب الله. قال وأنت أيها القاضي تأخذ أجرا على كتاب الله؟ قال أنا مكره. قال أكرهوك على القضاء فهل أكرهوك على أخذ الدراهم؟ قال هات شهادتك. فقبل شهادته. فلذلك النظرة إلى العالم والنظرة إلى المدرس عند الطلاب ينظرون إليه على أنه متصف بما يقول، والنظرة إلى الكتب أيضا تختلف. قديما سلفنا الصالح كانوا ينظرون إلى الكتب على أنها أشخاص، كما قال ابن هلال المغربي رحمة الله عليه: لنا جلساء ما يغل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم من مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سرور عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا إذا، فإن قلت أحيام فلست بكاذب وإن قلت أموات فلست مبندا. اليوم المذكرات والكتب ينظر إليها الطلاب أنها تعينهم فقط على الدراسة، فإذا جاءت أيام الامتحانات مزقوها ورضوها في الشوارع. فهذا الآن أيضا نظرة أخرى. شيخنا، بس في عجالة، التعليم الديني
يعني هل يدخل تدخل فيه العلوم الحديثه الان الهندسه والطب ونحو ذلك؟ هل ممكن يدخل في هذا العلم الديني وهو هذه العلوم من علوم الكفايات من علوم فروض الكفايه، لكن ليست داخله في مصطلح علم الدين، لكنها للديني من هذا الوقت. كثير من الناس يقولون اننا اذا قلنا هذا ليس من علوم الدين معناه ان الدين لا يدعو اليها، هذا غير صحيح. الدين يدعو الى تعلم كل العلوم ويشجع على ذلك ويامر بها، بل هي فريضه اذا تركها الناس اثموا. ولذلك الشيخ رحمه الله عليه الشيخ محمد سالم يقول ان من العلوم ما اشتد الخطر اليه حتى ان تركه ما اشتد الوطر اليه حتى ان تركه خطر، مقاييس الحرارة المقتبسة والكيمياء والفيزياء والهندسة، وإنما أهملها الصحابة وتابعوهم من ذوي الإصابة، إذ ليس عصرهم بالافتقاري لها كمثل هذه الأعصار. هذا فرق في الوقت. فلذلك العلوم الدينية المقصود بها ما ذكرت أنت في البداية من المقاصد والوسائل ما يعين الفقيه على فقهه من اكتساب، هذا داخل في علوم الدين الذي يقسم به التركات. ما يعين الأصولية من المنطق على فهم المسائل وحلها، هذا من علوم الدين، وهكذا مكملات. أحسنتم شيخ، وسنرجع لكم إن شاء الله في هذا الممر وهذا الشيخ الدكتور جمال عبد الستار. فضيلة الشيخ، هناك عوامل كثيرة ساهمت خلال القرنين الماضيين في انحصار مهمة التعليم الديني الإسلامي. فنمط بناء الدولة الحديثة وبروز موجة من التغريب في عالمنا الإسلامي جعل التعليم في العالم الإسلامي ينشطر إلى نوعين: عصري بمقاسات غربية، وآخر متحفي تقليدي له مخرجات محصورة في المجال الديني لا غير. كيف ترى الدرجة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أشكر الله تعالى لنعمة في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك وفي هذه الجلسة المباركة وفي هذه الدولة الطيبة المباركة. أشكر وزارة الأوقاف على جهودها وبذلها ولياقتها. أيها الإخوة الكرام، إذا أردنا أن نتحدث عن التعليم الديني بهذه الصورة فإننا لن نحتاج إلى كثير بحث، ولكننا سنسأل الآن في واقعنا هذا الانشطار الذي تحدثت عنه. إن سألت ستسأل الآن الطلاب الذين كانوا يخلون إلى بلادنا وإلى منطقتنا من كل حدب وصوب الآلاف، كانوا يخلون إلى الأزهر بالآلاف، فأوقف الاستبداد أغلق الأبواب في وجوههم. كانوا يخلون إلى جامعة اليمن في اليمن بالآلاف المؤلفة، فقامت الطائفية بإغلاقها في وجوههم. كانوا يفدون إلى دمشق وإلى العراق وإلى غيرها. الاستبداد وراء كل ما حدث في التعليم الديني، وهو الذي حصل التعليم الديني. إذا أردنا أن نعرف فلنسأل عن العلماء والمفكرين ورواد التعليم ورؤساء الجامعات والمفكرين، ستكون الإجابة سجون تقول نعم قد أقاموا اللف عندنا، ومعتقلات ستنادي نعم لقد أقاموا دهرا بيننا، وقاعات وفصول ودروس ستقول لقد حرمنا منهم. نعم، هذا الانشطاط إنما كان منطلقا من الاستبداد. الاستبداد حرم الأمة من علمائها، وحرم الأمة من دعم هذا التعليم. الصحفيون والكتاب وغيرهم فتحت لهم الأبواب ليتحدثوا في الإعلام ليل نهار عن أن الأمة ليست بحاجة إلى التعليم الديني، وإلى أن الشيوخ والعلماء، السوق ليس بحاجة إلى شيوخ وعلماء، وحاجة السوق التي تحرك الناس في التعليم. ولا حرج أن تكون هناك أكاديمية أو جامعة للراقصين واللاعبين واللهين، ولا حرج، ويفتتحها الجميع وترصد لها الأموال. ولكن في نفس الوقت يتحدثون عن أنه لا حاجة لنا في التعليم الديني أو الأكاديميات الإسلامية أو إعداد الدعاة أو غير ذلك. إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الانشطار، فجزء منهم للأسف الشديد المنتسبون للعلم فعلوا ذلك بجمودهم، لم يستطيعوا أن يستوعبوا الطلاب، ولم يستطيعوا أن يؤهلوا الطلاب لحاضر يحتاج إلى أدوات مخصوصة لواقع مختص ومخصوص له أدوات معينة لقضايا مستجدة مستحدثة. فكان الطلاب في واجب
وكان الواقع في وادي، ولذلك انفصلوا هم عن المجتمع. نعم الاستبداد ساعد في ذلك بحرمان المدارس الدينية والمؤسسات الدينية من التمويل حتى من حقوقها، إن كثيرا من الجامعات والمؤسسات الدينية لها أوقاف عالية المقام كبيرة، ولكن الاستبداد استولى عليها وتحكم في علمائها وفي شيوخها، فأصبح الراتب في يده يعين من يشاء ويمنع من يشاء. ولذلك عين على رأس تلك الجامعات وتلك المعاهد من كانت لهم مؤهلات سياسية أو حزبية أو أمنية، ومنع أهل العلم وأهل الفكر وأهل القيادة. فمن الطبيعي أن يخرجوا لنا أجيالا بعيدة عن الحق وبعيدا عن العلم وبعيدا عن المعرفة، من الطبيعي أن يفعلوا ذلك. وفي الوقت نفسه فإننا نحتاج الآن إلى هذه الإعادة، أن نعيد التعليم الديني إلى الواقع، فالأمة في حاجة ماسة. الأمر الآخر، أن بعض من المؤسسات الدينية وبعض من رموز أهل العلم الذين ملأوا الدنيا وتعلقت بهم القلوب، لما اختبرتهم الأمة في مواقف وفي فتاوى وفي أحداث فاصلة سقطوا سقوطا مريعا، وبالتالي سقطت في نفس التوقيت ثقة الناس فيهم، بل للأسف الشديد تعدت هذه الاهتزازة في الثقة إلى الثقة في الدين نفسه، نفس الدين، لأنهم كانوا يمثلون الدين بين هؤلاء. ولذلك فإن من أبرز تلك العوامل التي نتحدث عنها قسم يتعلق بالاستبداد وأدوات الاستبداد، وقسم يتعلق بأهل العلم وطلاب العلم ورواد هذه المجالس والمدارس. ومن هنا فإن المخرج الوحيد أن نعود مرة أخرى لصناعة جيل من العلماء يمتلك الأدوات المعاصرة، يفهم الواقع فهما حقيقيا، يرى الواقع على حقيقته، يستشرف المستقبل ويعرف ماذا يراد لهذا المستقبل، فنعد جيلا جديدا. النقطة الثانية، أن نوجد من الموارد ومن الأوقاف ومن كل وسائل للدعم لإعادة هذه المدارس مرة أخرى. إخواني، إن آلافا من المعاهد وآلافا من المدارس أغلقت ومنع الناس من الذهاب إليها بسبب الاستبداد، بسبب الاستبداد، وسارت المراكز الدينية فيها يعني مجموعة من السياسيين ليس العلماء. تم إفساد المدارس الدينية وتم حجب العلماء عن القيام بدورهم، ثم تم إغلاق تلك المدارس وتلك العشرات بل مئات الآلاف. لذلك انحصر التعليم الديني لهذه الأسباب التي ذكرتها. أي نعم. نعم، سأرجع لكم إن شاء الله والفكرة واضحة، جزاكم الله خير شيخ. نذهب الآن إلى فضيلة الشيخ الدكتور عصام البشير المراكشي. فضيلة الشيخ، نرى الآن أن هناك فرق واسع بين العلماء. العلماء جمعوا بين التخصص العلمي الدقيق وبين العلم الشرعي. جلسة البارحة شارك فيها فضيلة الشيخ الدكتور محمد يوسف إبراهيم، وهو بالمناسبة مهندس في الكيمياء قبل أن يتخصص في الشريعة، وأنت فضيلة الشيخ أيضا مهندس في الاتصالات، وفي نفس الآن العلماء الشريعة الكبار. هذا يعطي مؤشرا بأن التعليم الديني أخذ يعود إلى مساره الحضاري التاريخي الذي أنتج علماء علوم كثيرة ما زالت مرتبطة بأسمائهم، فكيف ترون هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك اللهم على نعم يكون الحمد بازديادها، وأصلي على نبيك محمد هذه أمة برشادها، وعلى آله وصحبه ما قامت الحروف والسطور بعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها. قبل أن أبدأ فأحب أن أقول إنه ينازعني الآن شعوران اثنان هما لي كالمطيتين يحملانني إلى بدء كلمتي بإذن الله عز وجل. أولى المطيتين شعور بالشكر والامتنان لهذه الجهة المنظمة التي استطاعت أن تجمع هذه الفلة المباركة من العلماء والدعاة، فالتقينا بهم وخبرنا من هذه الجهة المنظمة وزارة الأوقاف بدولة قطر حفاوة وكرما ليس عنها بغريبين. وهذا واجب الشيخ، وأنتم أهل لهذا الواجب. أحسن الله إليكم. وأما المطية الثانية فهي الحياء الذي ينازعني أن أتقدم بالكلام أمام هذه الفلة الطيبة من العلماء الأفاضل والمشايخ الأماثل، ولكن إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا ف
فما حيلكم مضطر إلا عقوبها. فأقول بارك الله فيكم، وضع التعليم الديني في بلادنا الإسلامية فيه إشكالات متعددة، وكما تفضل شيخنا الشيخ محمد الحسن فإن التعليم الديني على نوعين اثنين، تعليم أكاديمي عصري وتعليم تقليدي، وفي كلا النوعين ألوان من الإشكالات، بعضها موروث وبعضها مستحدث. والذي حدث حقيقة في أمة الإسلام كما تفضل شيخنا جمال أننا وقعنا في حملة تغريب هائلة، فكان لدينا تعليم ديني وجاءتنا طرق ومناهج غربية، فصرنا كالغراب الذي أراد أن يمشي مشية الحمام فضيع مشيته وما أدرك مشية الحمام. فلا تعليمنا العصري كتعليم الغربيين على الأقل في حسن تنظيمه ومناهجه، ولا نحن حافظنا على موروثنا وإرثنا التعليمي. فنحن الآن بين هذين، تعليمنا التقليدي القائم على المتون والحواشي لا يزال يعاني من كثير من الجمود، جمود في المتون التي تتدارس وفي الكتب التي تعلم، وجمود في الصياغة اللفظية وفي الصناعة اللفظية التي يتعامل الناس، حتى صار كثير من الطلبة همه أن يعتني بمعرفة منطوق كلام صاحب المتن ومفهومه، وكل ذلك يكون على حساب الرجوع إلى المعين الأصلي الذي هو وحي الكتاب ووحي السنة. وأيضا فقر في التمثيل، فلا زلنا نعاني من ضرب زيد عمرا في النحو، ومن بنى الأمير المدينة في البلاغة، ومن إنما الذرفاء ياقوتة في العروض، وما أشبه ذلك من التمثيلات والشواهد. وأيضا وهذه الطامة الكبرى هي غياب التطبيق العملي والممارسة، فما أكثر من نراه ممن درس علم النحو وأتقنه لكنه لا يحسن خطبة ولا يتقن إلقاء كلمة ولا يستطيع، بل ربما يقع في اللحن الفاحش. وأيضا كثير من الناس أتقن علم أصول الفقه لكنه لا يتقن الاستنباط، فيقع أمام الآية القرآنية في حيص الريس، ما يدري كيف يستخرج الحكم الشرعي منها، وهذا كله بسبب غياب الممارسة والتطبيق. العلم أو التعليم الأكاديمي العصري فيه إشكالات أخرى، أهمها في نظري كثرة الكلام على المناهج، وهذا أخذناه من الغرب لكننا وسعناه كثيرا على حساب المادة العلمية. فالكلام على المناهج كبير والمضمون قليل، ولذلك نجد الطالب في الدراسات الجامعية مثلا يعرف مدرسة الكوفة والبصرة جيدا والفروق بينها، لكنه ما يتقن علم النحو، ويعرف مثلا خلاف المتكلمين والحنفية للأصول، ويعرف المقاصد الإجمالية للشريعة لكنه ما يدرس قواعد علم الأصول، وهكذا في أمور كثيرة، إلى جانب إشكالات أخرى يعاني منها هذا التعليم الأكاديمي العصري كضعف المادة العلمية، وكما ذكر شيخنا أيضا الانقطاع عن الكتب التراثية والاكتفاء بالمذكرات التي يوزعها الأستاذ على طلبته، وضعف إضعاف ملكة الحفظ عند الطالب الجامعي، وما أشبه ذلك من الأمور. فإذا عودا إلى سؤالكم، إذا عرفنا الإشكال فإن الحل يبدو واضحا بديهيا، وأول وسيلة وأول خطوة لعلاج المرض تشخيصه تشخيصا جيدا. وأنا ذكرت بعض الإشكالات، وإلا فالإشكالات أكثر من ذلك جدا. فلا شك أن الذي وقع أيضا في التعليم الديني الجامعي، وهذا أقوله للأسف موجود في بلادنا، أنه في كثير من الأحيان الجامعة التي تدرس الدراسات الإسلامية إنما يلتحق بها من لم يستطع الالتحاق بغيرها، بمعنى أنه فشل في الوصول مثلا إلى ما أدري إلى كلية طب أو هندسة أو غير ذلك، فيلجأ إلى الشريعة. والسبب في ذلك ليس من نقص الشريعة، وإنما السبب أن الدولة الحديثة يعني بنظامها الجديد هذا تفرض أن يكون الرزق الحسن لطالب الهندسة ولطالب الطب، بينما صاحب الدراسة الشرعية
يجد نفسه أمام طريق مسدود من جهة غزة بالطبع. فلذلك يتوجه النوابغ إلى الدراسات الغربية الحديثة ويتركون هذه الدراسات الشرعية، وهذا يكون له أثر خطير على المستوى العلمي لهؤلاء الطلبة. فإن يعني تكوين العالم لا يكون فقط بما نلقنه من العلم، ولكن يكون أيضا بمؤهلاته الشخصية التي تكون عنده ربما من الصغر أو من فترة سابقة على الدراسة الجامعية. فهذا من الإشكالات التي ينبغي ربما علاجها، كما تفضل شيخنا، إما بأوقاف وإما بإنفاق، يجعل بعض الأناس الأذكياء يتوجهون إلى دراسة العلوم الشرعية دون أن يخافوا على مستقبلهم المادي مثلا. أحسنت فضيلة الشيخ. ننتقل الآن إلى فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. فضيلة الشيخ، يجتهد البعض في أن يقرن التطور الحاصل في مجال التعليم الديني بموجات التشدد، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر في 2001، فيجعله سببا، بينما نرى أن التعليم الديني الإسلامي جزء من الأمن الثقافي لهذه الأمة الإسلامية. فهل من توضيح لهذا الطرف بارك الله فيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، نحمده حمدا لا يبارى ولا يدارى ولا يجارى، ونصلي على النبي المصطفى، اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أذن الخير الذي سمع البيان الإلهي الأخير فبلغه للعالمين، لسان الصدق الذي أشاع النور بين الناس أجمعين. وبعد، فإن التعليم الديني باختصار هو أساس الأمن القومي في كل البلدان الإسلامية، هو أساس الأمن القومي. إذا أراد إنسان أن يهدي الناس سبل السلام فليس له إلا أن يهتم بالتعليم الديني. قدوتنا في ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بلغ الوحي وبلغ الناس ضمن ما بلغ الوحي، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ولذلك أنا أذكر بهذه المناسبة أن برنارد شو في كتابه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الفكر الإنجليزي المشهور يقول: يجب أن يسمى محمد منقذ البشرية. لماذا نقول بأن التعليم الديني هو أساس الأمن القومي؟ ولماذا نقول ذلك؟ لأننا التفتنا فوجدنا أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جعل العمدة التي تحمي البشرية في حركته هم حفظ القرآن، وقام رضي الله تعالى عنه بنشر نور القرآن من خلال كتابته، ثم بعد ذلك نشر مقرئيه في العالم. وتعالى تكلمت عن الجامعات التي أنشئت مؤخرا مثل جامعة الزيتونة. تعالى إلى الجامعات التي أنشئت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه. في ترجمة أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنشأ جامعة بكل ما تعنيه الكلمة. قال لبعض تلاميذه وهو سلام بن مشكم، قال له: أحصي لنا من يقرأ. فأحصى فإذا هم 1600. وكان رضي الله تعالى عنه يقوم بالإقراء بعد صلاة الفجر، يقرأ جزءه ويتوافر الناس حوله، يتوافدون حوله، ثم ينظر إلى 10 منهم فيختصهم بجلسة، ثم يقيمهم فكل منهم يأخذ 10، وهكذا وهو يقوم ويشرف عليه. الضحاك ابن مزاحم الهلالي المتوفى سنة 102 للهجرة أو 105 للهجرة، كان فيما يذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كان صاحب مكتب كبير يدرس عنده نحو 3000 صبي، وهو يحتاج إلى وسيلة مواصلات حتى يمشي في ذلك الوقت، فيأخذ دابته ويمضي يشرف على الحلقات الموجودة من أجل أن يطمئن على أدائهم وقيامهم. طبعا عنده المعلمون الأوائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من 4 مثلا، هؤلاء يمثلون المعلمين الأوائل الذين يرجع إليهم. بعد ذلك صار العلماء هم الذين يحمون الناس من أي انحراف، لما انحرف الخوارج على سبيل المثال
ما الذي أعاد كثيرا منه من الجادة؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذهب إليه وجلس معه وحاوره وكلمه، فرجع كثير منهم إليه وما بقي إلا من يعاند. والذين يعاندون هم الذين يستدلون بالمشتبهات التي لا يعرفون تأويلها كما ينبغي. فعارضه بعضهم بقولهم دعوه فإنه من قريش، والله تعالى قال عنهم بل هم قوم خصمون. إذن هذا هو التعليم الديني. وحتى أصور هذه المسألة على جليتها، أذكر أن ماركس الجندر وهو حي يرزق، واحد من الأمريكيين الذين كانوا أعضاء في المجلس النيابي الكونغرس في عهد رونالد ريغان، وكان متعصبا ضد المسلمين، يصنف نفسه بأنه من الكونسيرفاتيف، يعني من المحافظين المتشددين. ثم إنه لما انتهى من فترته النيابية أراد أن يدرس الكتاب المقدس بلغته الأصلية التي سماها The Secret Language، يعني باللغة الآرامية أو العبرية بحسب الخلاف في كتابته كتاب المقدس بهم. فوجد شيئا مدهشا، وجد أن هناك تقاربا عظيما بين الإسلام الذي كان يعاديه وبين النصرانية. ولما جمع مجموعة من القصص قال لهم أريد أن أقرأ عليكم شيئا من الكتاب المقدس. فقالوا أريد أن يستمعوا، طبعا لا يحفظون الكتاب المقدس، ليسوا مثل المسلمين. فبدأ يقرأ عليهم ترجمة لآيات آل عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، مدح لا يوجد مهما بحثت عنه لأم مريم لا يمكن أن تجده في الكتاب المقدس، وكإظهار الكرامات. فلما انتهى إذا بعضهم يقول ويحكي هذا بالمناسبة مرة في مقابلة أظن قناة الجزيرة. فلما قضى كلامه قال لهم سمعتم هذا في الكتاب المقدس؟ قالوا نعم، هذا كلام الله، أو هذا this the word of God، هذه كلمة الله. قال لهم لكن هذا في القرآن الكريم، هذا في القرآن من الكتاب المسلم. إذن التعليم الديني ليس بحاجة إلى الانتقاد بقدر ما هو بحاجة إلى الدعم والإعادة والتثبيت من أجل أن ينشر السلام في العالمين. وماله لا ينشر السلام في العالمين، والله سبحانه وتعالى جعله هدى وبشرى للمؤمنين، وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقد قال الأمير رحمه الله تعالى في قصيدة له بمناسبة مرور أكثر من 14 قرنا على نزول القرآن الكريم، قال هدى سيبقى وما عشر وأربعة من الزمان سيبقى، ما الزمان بقي الله أنزله والله حافظه والله ينجي به الدنيا من الرهق. هناك مسألة في هذا آخر علاج اكتشف يتكلم عن علاج المدمنين الذين بلغوا حدا من الإدمان في المخدرات والخمر عن طريق الجلد. هذا العلاج الذي اكتشف في روسيا يتكلم، والذي نشر هذا الخبر الجرائد البريطانية عن طريق الجلد، لأنه لا حل للمدمنين إلا أن يأخذوا جلسة عند هذا الطبيب لمدة فترة معينة ويعني يأخذون طريقتهم في العلاج. إذا فضيلة الشيخ أن التعليم الديني هو صمام أمان للمجتمعات الإسلامية ويجب الاهتمام به ونشره بدل من يعني حاربة وحصرة في يعني جامعات وكليات ومعارف. فضيلة الشيخ عادل رفوش، يعني في هذا الإطار في هذا السياق، ما الذي ينقص التعليم الديني ليقوم بدوره في المجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باللطيف ما ذكر بعض المؤرخين المعاصرين في ترجمة الرسام العالمي الشهير بيكاسو أنه دخل مرة إلى بيته فوجد السراق قد سقوا عليه وبعثروا متاعه وكشفوا أدراجه ولم يعني يتركوا شيئا إلا وعبثوا به، فانزعج فإذا بصاحبه يسأله ما الذي يزعجك؟ هل سرق شيء؟ قال لا، لم يسرق شيئا إلا أغطية فرشي. قال إذن هذا لا يحزنك، لماذا أنت حزين؟ قال أنا حزين لأنهم لم يمسوا أي واحدة من لوحاتي، فأسف أن هؤلاء السراق عنوان على جهل
المجتمع والشعب لم يقدروا قيمة الفنية لنتاجه. ونحن هنا اليوم أمام هذا العنوان الكبير الذي هو إصلاح التعليم الديني، أمام مسارين هامين، مسار ينبغي المضي فيه وقد سبقنا له بحمد الله، ومسار ينبغي الاحتراز منه والحذر. وهذا المسار هو الذي يبين أن الذي عندنا وهو ديننا وأشرف شيء عندنا وهو مجدنا وعزنا وبه رفعتنا وتقدمنا وهو سر حضارتنا يقصده أعداؤنا. وهذا يدل على أنه ينبغي أن ننتبه إلى هذه الدعاوى حينما تأتي من أي مصدر أتت، فإن أتت برؤى استعمارية أو أتت على ظهور الدبابات الاستبدادية والانقلابية أو جاءت من عقول علمانية أو جاءت من جيوب استرزاقية، كل هذه الجهات تنبئ عن فساد المقصد وأنه لا ينبغي أن يلتفت إليه بل ينبغي أن يحرز منه، لأنهم لما عجزوا عن المقدمة الصغرى مططوا بإضافة مضافة، فأصل الكلام عندهم إصلاح الدين. فلما وجدوا أن الأمة أمامهم تأبى هذا الأمر أمام دين رب العالمين وثوابته وقطعياته، جاءوا ببدعة إدخال التعليم بينهما، فقالوا إصلاح التعليم الديني، وإنما يقصدون إصلاح الدين. فأصل الكلام عندهم هو هذا، كما وهو دارج في طرائق تلاعبهم بالألفاظ، ولكن لا تخفى على العقلاء مقاصدهم، كما فعلوا مثلا حينما حاربوا المواريث فعمدوا إلى أن يقولوا إنما نقصد التعصيب، وهو نوع من التدرج لإبطال أصل شريعة المواريث كلها. وكما قالوا في الأسرة لما أرادوا تفكيكها، فلما وجدوا أن الأمة متماسكة وأن أمور البر والبرور والأسرة الشرعية بامتداداتها ومصاهراتها وأنسابها يعسر اختراقها، تدرجوا بالرجوع إلى حقوق المرأة وحقوق الطفل ومبدأ المساواة ونحو ذلك من التلاعبات التي ينبغي أن نكون نحن منها على بال. فإذا رجعنا إلى موضوع إصلاح التعليم الديني، نقول أول شيء إن هذه الجملة أصلاً هي من مهام الدولة الإسلامية في نصوصها الشرعية وفي القائمون بالحسبة الدينية منذ نزول القرآن. فالقرآن أول مصلح ديني، وقد جاء بثورة على كل العقول البشرية في كل اهتماماتها ومنها الدينية. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مصلح ديني، وقد كان يقوم مقام المصلح المعلم أمام أصحابه، فكان يفض النزاعات وكان يأبى الاختلافات حتى في ألفاظ القرآن. فلما اختلف عمر رضي الله عنه وهشام في قراءة سورة الفرقان وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصمين، قال كذلك أنزل وقره على قراءته، وقال للآخر كذلك أنزل وأقره على قراءته، وليس كأولئك الذين يذهبون للمنتديات لإعادة قراءة النص وجعل القارئ مشاركا في إنتاج النص، ويجوز له أن يتدخل في مفهومه، ولا سلطة للغة ولا سلطة للعلماء وأنهم كهنوت، ثم يتداولون ذلك في منتدياتهم ويأخذون عليه رواتبهم على حد قول القائل يأتيهم في نواديهم فيمدحهم إذ ذاك يغضب منه الواحد الأحد، هذا يسميه قطبا في مدائحه يوما وذا وتد ما القطب والوتد، إن امرأ جهل علم الدين ديدنه ما في طريقته هدن ولا رشد. فهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة من بعده ومنهم الخلفاء الراشدون قد مارسوا هذا الإصلاح الديني. فهذا أبو بكر كان له الجمع الأول للقرآن، وهذا عمر كان يضرب على اللحم، وهذا عثمان كان له الجمع الأخير للقرآن، وعلي رضي الله عنه وجه إلى حفظ لغة القرآن أول من كما في حد سببه لحن حكاه الدؤلي عن بنته التي نوت تعجبا، كما هو معروف في تأسيس علم النحو، وأن السبب في ذلك هو إصلاح ألسنة الناس ليصلح دينهم.
فالإصلاح الديني إذا جاء بهذا المنظور فليس غريبا على هذه الأمة، وإلى عهد قريب ما زال تاريخنا يزخر بعدة من المصلحين ليس بآخرهم الإمام الطاهر بن عاشور في تونس والإمام محمد بن الحسن الحجوي عندنا في المغرب. فهؤلاء العلماء ما زالوا يمارسون هذه الأمور وكانوا يتخذون لها خططا ويحترزون من الأعداء. فإن الذي يخوف الأعداء مثلا أن الأزهر يحتوي على نحو من 10 ملايين منتسب، وهذا جيش عرمرم إذا كان على عقيدة صحيحة وعلى ثبات دائم فإنه سيشكل منعة لهذه الأمة، وعليه فيجب ضربه حيث يستقي تلك المنعة. وكذلك مثلا لما كان الاستعمار في البلاد الإسلامية ومنها المغرب توجهوا إلى المحاضر الأصلية كالقراويين وكمدرسة بن يوسف في مراكش، وكانوا يعرفون أن هذا إذا لم يغلق فلا يمكن أن ينتصر على الإسلام والمسلمين ولا يمكن فلا بد أن يفرغوا. ولذلك من لطيف ما قال بعض أهل العلم أن الجامعة كان يخرج الفحول فلما أضيفت له تاء التأنيف صار يخرج لنا المخاليف، فثم صارت جامعة الزيتونة وجامعة الأزهر وجامعة القرويين، حصل كثير من المسخ وكثير من الاستنساخ لنماذج لا تقوم لا تقيم دينا ولا تقيم دنيا. فوجب علينا أن نحترز لمثل هذه الأمور وأن نسير في خطة علمائنا. فمحمد بن حزم مثلا مارس هذه الخطة وذكر في كتابه الفكر السامي بل له محاضرة خاصة بهذا الموضوع وهو إصلاح التعليم الديني، وجعل الخطة من 7 نقاط منها مثلا أنه حرص على موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن على العلماء في الإصلاح الديني أن يواجهوا سياسات التعليم والإدارات التعليمية والمسؤولين في الحكومات، لأنه مهما كان الدارس والمدرس والمقرر والمنهج فإنه يبقى لغوا إذا لم يكن للسياسة التعليمية وللقيادة السياسية إرادة جادة في الإصلاح وفي جودة المخصصات وفي تجويد وتحسين المقررات. فقال فوجه خطابه للسلطان رأساً وقال له بأنه يجب أن تجعل ربع أو ثلث الميزانية خاصاً بالتعليم والصحة، وقال بأنه يجب عليك يومياً أن تتابع التعليم شخصياً ولو مدة 5 دقائق من وقت كذا إلى وقت كذا، والأمر الثالث أن تعممه فتجعله عاماً إجبارياً ضرورياً على كلا الجنسين ولو في المراحل الابتدائية. شيخنا يعني في هذا السياق يعني الآن نجد العكس للأسف الشديد، من ينادون بتجديد النص وأن القرآن الكريم هو منتج بشري وكذا هم الآن يعني يقدمون عند السياسيين ويعني يبرزون في الجامعات ونحو ذلك. ما يعني نصيحتكم لقادة يعني قادة التعليم ويعني في بيان خطورة هؤلاء الأشخاص الذين ينادون بإصلاح التعليم الديني وهم يريدون إصلاح يعني كما ذكرتم إصلاح الدين؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند الإمام ابن أحمد في مسند أنه ذكر شيئا ثم قال يكون ذلك عند أوان ذهاب العلم. فقلنا يقول الصحابي فقلنا أو يذهب العلم وقد قرأنا القرآن وقرأناه أبناءنا وأبناؤنا يقرؤونه أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم فكلتك أمك يا ابن أم لبيد، أوليس هذه اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل لا تغني عنهم من الله شيئا؟ فإذا العبرة ليست بأن هؤلاء ينتسبون إلى الدين، ولكن ما الذي يفعلونه بمصادر المسلمين؟ فحينما تأتي جهات معينة وهي الآن معروفة مشهورة بدولها وبمراكزها ويجعلون أناسا هم معادن الجهل ولا أقول جهلة، يعني ويتخذون كتبهم وإصداراتهم يعني خططا لهذه العملية، كما مثلا من آخر ما قرأته كتابا لأحد الكاتبين بعنوان تجفيف منابع الإرهاب، فقلت لعله يتكلم في أمور سياسية ونحوها. فلما قرأت الكتاب وفيه نحو 400 صفحة من أوله إلى آخره ليس إلا استهدافا لثوابت المسلمين ومنها القرآن، فزعم أن القرآن على 4 أنحاء، القرآن والذكر وأم الكتاب والإمام المبين. فقال كل هذه 3
التي هي الذكر والإمام المبين وأم الكتاب لا شأن لنا بأبيها في العصر الحاضر، وهي بالنسبة إليه تمثل ثلاثة أرباع القرآن الكريم. فبقي منه شيء من القرآن، لا أدري من الذي اختار منه أشياء، لا أدري يعني أخلاق عامة وكذا، فقال هذه التي تلزم، وربما يعني نوضح هذا إن بقي. الله يجزاك خير فضيلة الشيخ، بالفعل موضوع مهم، ويعني يعني التدقيق على هذا الأمر الحقيقة مهم، وللأسف هو واقع يعني موجود في دولنا العربية والإسلامية. شوف الآن ننتقل إلى فضيلة الشيخ الدكتور تركيس لوبيس. شيخنا، وضع التعليم الديني في إندونيسيا هل تأثر، هل انفتح هذا التعليم يعني على هذا العصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بادئ ذي بدء لا يسعني إلا أن أشكر وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية بدولة قطر الشقيقة على هذه المبادرة الطيبة للقيام بهذا البرنامج، برنامج رمضاني، وآمنهم من فوق. وأولاً أريد أن أقول أو أن أبدأ كلامي هذا بقوله تعالى، قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بما تعملون عليم. وهناك ذلك الآية الكريمة الأخرى تتعلق بتعليم، ويقول تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من القوة. ولذلك إذا تكلمنا عن هذا التعليم، أنا عندي مداخلة صغيرة بالنسبة لهذا المصطلح التعليم الديني. بالنسبة عندنا في أندونيسيا إذا قلنا التعليم الديني، لأن هناك أديان كثيرة، يعني مثلاً الهندوديون يقولون التعليم الديني عندهم، المسيح كذلك التعليم الديني، وكذلك الجامع. ولذلك أنا أفضل أن أستعمل مصطلح التعليم الإسلامي. والتعليم الإسلامي طبعاً له تاريخ طويل في البلدان الإسلامية، و كذلك في أندونيسيا، يعني تقريبا قبل الاستعمار، قبل الاستقلال، وهناك المسلمون الذين يدرسون في التعليم الإسلامي، وهم الذين يدافعون عن البلد، وهم الذين يقولون بأننا يجب أن نكون أحرار، وهم الآن يعني هم الذين أسسوا الجمعيات الإسلامية في البلدان، مثل مثلاً هناك الشيخ هاشم أشعري، وكذلك الشيخ أحمد دحلان، وغيرهما من المشايخ، وهم تخرجوا في التعليم الإسلامي في إندونيسيا. طبعاً التعليم الإسلامي في إندونيسيا في الحقيقة أو في الواقع الحالي كثير من حيث الكم، يعني كثير، تقريبا أكثر من 50,000، نحن نسميه هناك المعهد. وهذا ينقسم إلى قسمين كبيرين، هناك نسميه بالمعهد المعاصر والمعهد السلفي، ولكن بمعنى بأن المعهد أو المعاهد السلفية هم يدرسون العلوم الإسلامية والقواعد، ولكنهم لا يتكلمون باللغة العربية، كل تعليم باللغة الإنجليزية. أما المعاهد السلفية فهم يعني يتكلمون باللغة العربية، ولكنهم كذلك لا يفهمون القواعد، يعني ليس عندهم علوم الوسائل باللغة العربية. طيب شيخنا، كيف ترى مستقبل اللغة العربية عندكم في الجامعات الإنجليزية؟ وهل يعني ربطتم جسور بين هذه الجامعات
في اندونيسيا ومثيلاتها في العالم العربي، هل هناك يعني تواصل وربط بينكم وبينهم؟ نعم طبعا، الحمد لله يعني مؤخرا في هذه البلد الشقيق وذلك يعني هناك مسابقة أظن للجدال العربي بالنسبة للطلبة على مستوى الثانويات والناطقين بغيرها طبعا. وفيما لا أنسى بأن الإندونيسيين هم الذين فازوا في المرتبة الأولى، هذا طبعا فخر بالنسبة إلينا بمعنى أن اللغة العربية عرفت تطورا كبيرا في أندونيسيا، ونريد يعني تطور أكثر، وإن شاء الله من خلال التعاون البناء بين أندونيسيا وبين الدول العربية طبعا نريد هذا يعني ليس فقط في تعليم اللغة العربية ولكن في نشر الإسلام يعني السمحة كما قلنا الآن، لأن التعليم الإسلامي أو التعليم الديني أظن ليس له علاقة بما يسمى بالإرهاب والتطرف وإلى آخره، لأن نجد بأنهم تقريبا ليسوا من خريج هذه المعاهد. يعني في أندونيسيا نجد مؤخرا كثير من الانفجارات، ولكن إذا هم يعني ليس عندهم خلفية إسلامية ولكن ممكن مؤخرا يدرسون الإسلام من خلال ممكن الإنترنت وإلى آخره، وهم كذلك ممكن من الطائفة أو من المجموعة المحمشين مثلا زيادة. ولذلك في أندونيسيا الآن المجتمع يتجاوب بكثرة يعني بقوة بالنسبة للمعاهد الإسلامية. جميل، إذا هناك مستقبل مشرق إن شاء الله في الجامعات والمعاهد الشرعية في أندونيسيا بالنسبة للتعليم الديني أو الإسلامي كما ذكرتم، وبالنسبة أيضا لتعليم اللغة العربية. شكرا لكم فضيلة الشيخ. بالضبط، شكرا لكم. الله يبارك. الشيخ الدكتور جمال عبد الستار، يعني قمت مؤخرا بتأسيس الجامعة العالمية للتجديد في اسطنبول في تركيا، والتخصصات الرئيسية فيها الدراسات الإسلامية وفيها علوم الحاسب وتقنية المعلومات والسياسات والعلاقات الدولية والإعلام والاقتصاد وإدارة الأعمال ما شاء الله. طبعا هذه كلها الاختيارات أملتها ظروف الواقع الموجود واحتياجاتها أيضا، ويعكس رؤية عندكم للمستقبل. فكيف ترون مستقبل التعليم الديني الإسلامي؟ وهل يمكن أن نرى يوما ما كلية للطب والهندسة الجينية مثلا في الجامعة العالمية للتجديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أولا جزاك الله خيرا. الفكرة أولا تركيا يعرف القاصي والداني أن الشباب فيها قد وصلوا من كل حاجة من وصول، وإحصاءات الدولة التركية تقول أن أكثر من 200,000 شاب عربي في مرحلة الجامعة في تركيا. جامعات تركيا يعني تستوعب 20% منهم فقط، والباقي لا يجد فرصة تعليمية في الجامعات. الإلحاد والانحلال والغلو والتشدد الكل يتصارع على هؤلاء الشباب، فكانت فكرة إنشاء جامعة عربية تستقطب هؤلاء ويكون فيها جزء كبير من الدراسات الإسلامية والعربية. وبالمناسبة حتى التخصصات الأخرى فالجامعة تهتم بالجزء القيمي في الدراسات الإسلامية لكل التخصصات، يعني طالب الإعلام يدرس جزء في الدراسات الإسلامية والعربية، طالب الهندسة كذلك بنفس الطريقة، لأننا نريد أن نخرج كفاءات وليست مجرد حصول على شهادات معينة، ولكننا نريد أن نخرج جيل بمواصفات، لأننا انطلقنا من حاجة الأمة إلى دراسات إسلامية بأدواتها المعاصرة، وبالتالي فينا نستخدم أحدث وسائل التعليم في الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن. وبفضل الله تعالى عندنا أكثر من 20 جنسية في الجامعة. ثم كذلك نحتاج إلى إعلام، ولكن هذا الإعلام إذا لم يتسلح بالقيم الإسلامية وبأفكار الإسلام ومناهج الإسلام فإنه سيفسد أكثر مما يصلح. ولذلك فإننا نعد أدوات تقول للأمة هم دعاة، ليس مجرد إعلام، هم دعاة سواء كان في الإعلام أو استخدام الأيتي والوسائل المعاصرة في التواصل مع الناس. وإننا نطمح بإذن الله تعالى بأن ننشئ كلية جديدة في العام القادم، كلية الفقه والفتوى، وهذه كلية جديدة في المنطقة بأسرها، أن نقوم بصناعة مفتين بأدوات جديدة منذ الصغر، فهذا ما نظن أن الأمة في حاجة شديدة إليه، ونتطلع إلى يعني كليات حديثة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير شيخنا. ننتقل إلى الشيخ محمد الحسن، أنتم شيخنا رئيس جامعة عبد الله بن ياسين أيضا، يعني
في خلال دقائق معدودة لأن الوقت داهمنا، وأنشأتم قبل مركز تكوين العلماء ما شاء الله، يعني تكوينكم الشرعي تم في المحاضرة العلمية المحاضرة العلمية في بلاد شنقيط، ونحن نلمح أن تأسيسكم للجامعة مؤسس على تطور في تصور التعليم الديني، فهل تلغى هذه البنى الجديدة العصرية سواء مركز جامعة كلية أم تبقى يعني البنية التقليدية اللي هي المحضرة، أما البنى أن البنى الجديدة لهذا التعليم تسعى إلى فتح أفق أوسع لطلاب التعليم الشرعي ليندرجوا في الواقع العملي في بلدانهم. بارك الله فيكم. بس خلال يعني ما ذكر الشيخ الدكتور عصام من أن التعليم الديني الآن ينقسم إلى هاتين المؤسستين، المؤسسة الأهلية والمؤسسة النظامية الرسمية، واقع غلبة. فهذا الواقع الآن بالإضافة إلى أن المنح والتوجيه لا يتجه إلا إلى المواقع اللي تخصصات معينة هي التي يعرض بها كما ذكر الشيخ، كذلك أصبح كثير من الناس لا يتجهون إلى التعليم الديني إلا إذا لم يجدوا أي تخصص آخر. فلذلك أردنا المواءمة بين الأمرين، المركز تكوين العلماء يدرس 63 تخصص، ويصل الإنسان دارس في كل تخصص إلى درجة الدكتوراه ويكون مدام 63 دكتور يمشي على الدراسة وهو غلط. وكذلك القرارات التي يحفظها الطلاب 226 كتاب. بالنسبة للجامعة مكملة له، لأن الجامعة جامعة عصرية تخصصاتها مثل تخصصات جامعة التجديد تماما، لكن فيها إتاحة فرصة لكل خريج من خريجي مركز تكوين العلماء أن يقدم أطروحه ورسالة الدكتوراه وتناقش في الجامعة ويمنحها عدد من الشهادات. في نفس الوقت قد يكون لديه 5 دكتوراهات و5 تخصصات. نفع الله بكم. الشيخ عادل، مؤسسة بنتاشفين للدراسات المعاصرة والأبحاث التراثية والإبداع الفكري هي تأسست حديثا في 2015، لكنها ما شاء الله يعني راكمت إنجازات طيبة، وفهل يعني من نبذة على عجالة عن هذه المؤسسة في النهوض بالتعليم الديني الإسلامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من أهداف تأسيس هذه المؤسسة التي اتخذت عنوانا لها علم من أعلام إصلاح التاريخ الإسلامي، وهو رجل خرج من رحم مدرسة إصلاحية، وهي مدرسة أرشد إليها أبو عمران الفاسي، فوكل بها طالبا من طلابه يسمى وجاج مزل اللمطي، فجمع نحو من 1000 طالب، كان من نتاجهم الإمام عبد الله بن ياسين الذي عليه سمى شيخنا سماحة العلامة محمد حسن بن بدر جامعته، وتلميذه من تاشفين، وعليه سمينا مؤسستنا للدراسات والأبحاث والإبداع. فكانت المؤسسة تميل إن شاء الله تعالى إلى احتراق القلم، لأنه رافض من روافد الإصلاح، لأن كثيرا من الناس قد تكون له غربة في اللسان، ولكنه إن لم يحرك القلم ولم يتعود التأليف ولم ينشر المقالات ولم يحترف الإعداد للبرامج، فتبقى رسالته الإصلاحية قاصرة وربما أحيانا ميتة. فقلنا بأن توجيه طلابنا إلى الصناعة القلمية في بحوث ومقالات وتآليف، سواء دراسات حديثة أو تراثية في جانب التحقيق للمخطوط النافع أو الإبداع الفكري من حيث الشكل والمضمون، هذا إن شاء الله تعالى سبيل من سبل الإصلاح وسبيل من سبل مقاومة التطرف على وجه صحيح، وليس كما يدعى اليوم فيرمون كل التهم على الإسلام وفي نفس الوقت يهضون الطرف عن الإرهاب الحقيقي الموجود في الغرب والموجود في الديانات الأخرى، بل الموجود في الصهاينة والإسرائيليين المتصلين لأرض المسلمين. وغير بعيد، لو قرأنا كتابا وبحثا جادا للدكتورة صفاء عبد العالي بعنوان المنهاج العنصر الإسرائيلي وكيف أعطى الدراسات البينة كنموذج فقط هناك في التعليم الابتدائي الإسرائيلي نحو من 10 مقررات في التاريخ و4 في الجغرافية مختصة في تحريف المفاهيم وفي التحريض على الفلسطينيين وفي تشويه العربي والمسلمين، وأن في قتلهم أجرا وأنهم أضل من الحيوان وأنهم لا يستحقون الوجود فضلا أن تكون لهم حق في أرض أو في غيره. فنسأل الله تعالى المعافاة، ونسأل الله تعالى أن تكون مؤسسة بنتاشفين إحدى المنارات التي تساعد على التنوير والهداية لما فيه الخير والصلاح. إذا نشأ عندكم شيخنا رصد ويعني رد على هذا الرصد. نعم. جزاكم الله خير، بارك الله فيك.
شيخنا الشيخ عصام البشير المراكشي تلخيص لما سبق في وجهة نظركم، ما هي السمات التي ينبغي أن تحدد هوية التعليم الإسلامي الديني في المستقبل؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. كما ذكرنا آنفا وكما تلخص من مجموعة المداخلات الفضلاء، فإن هذا التعليم الديني لا يمكن أن نكذب على أنفسنا فندعي أنه في خير وعافية. لا شك أنه يعاني إشكالات متعددة بشقين، التعليم الأكاديمي والتعليم التقليدي، فلا بد من أن يتدارك القائمون على هذا المجال من العلماء أولا، ثم من القائمين على مجالات التعليم عموما، أن يتداركوا هذا الوضع فيحاولوا إصلاح ما يمكن إصلاحه. وذلك لا يكون في الحقيقة إلا بمساندة ومساعدة من جهات الدول، لأن السياسة في الدولة الحديثة تتدخل في كل شيء. تعرفون أن الدولة الحديثة التي ظهرت في القرون الأخيرة في الغرب ثم سرت إلينا هي دولة متغولة، بمعنى أنها لا تقبل أن يكون داخلها أفراد أو جماعات تفعل ما تشاء دون، وهي خارجة عن الإطار العام الذي تفرضه الدولة. فلذلك إذا كانت الدولة الحديثة بهذا الشكل، فمن المستحيل ومن الطوباوي كما يقال أن نحاول إصلاح هذا التعليم بمعزل عن تدخل الدولة. فنرجو في الحقيقة أن يكون للسياسيين إعادة النظر في موقفهم من التعليم الديني الذي هو موقف سيء في الغالب، بحيث إما أنهم يفسدونه وإما أنهم يلغونه أو يضعفونه، فلعلهم يتداركون الأمر ويرجعون إلى جادة الصواب. وأيضا على العلماء مسؤولية ضخمة في إصلاح التعليم الأكاديمي وفي إصلاح التعليم العصري، وهذا أيضا التعليم التقليدي، وهذا أيضا لا يكون إلا بجهود جبارة عبر مؤسسات وعبر جامعات أهلية وجمعيات ثقافية تحاول نشر العلم الشرعي وتحاول إزالة مشكلة صارت منتشرة الآن في هذا العصر، وهي غلبة الخطاب الوعظي على طلبة العلم. فطالب العلم اليوم، ونحن بالطبع لا نشكك في أهمية وعظم شأن الوعظ ولا يشكك في ذلك المسلم، ولكن لا شك أن غلبة الخطاب الوعظي جعلت أن طالب العلم اليوم صار يستعظم كل علم وكل مكابدة وكل بذل جهد في سبيل طلب العلم، كالذي نسمع من شيخنا الشيخ محمد الحسن من هذه العلوم الكثيرة التي لا شك تحتاج إلى جهد وإلى مكابدة وإلى مشقة عالية. فآن الأوان حقيقة لأن نفهم أن العلم الشرعي لا ينال براحة الجسم كما هو مأثور، وإنما ينال بالمشقة وببذل الجهد. وأسأل الله عز وجل أن ييسر هذا الأمر في مستقبل الأيام، والحمد لله رب. اللهم آمين. قبل أن نختم، يعني إحنا لابدنا أن نعم الشيخ يوسف الحسن الندوي يعني يحدثنا عن واقع التعليم الديني في الهند. الوقت الآن إن شاء الله يسمح في غضون يعني دقائق ثلاث دقائق، ممكن ميكروفون لو سمحت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أشكر العلماء الفضلاء على كلماتهم النيرة، ولكن أستميحكم عذرا أن الموضوع هو واقع التعليم الديني في العالم الإسلامي. التعليم الديني ينقسم إلى قسمين، فرض عين وفرض كفائي. نحن تحدثنا عن الفرض الكفائي. المشكلة التي يواجهها العالم الإسلامي اليوم هو من طريق فرض العين. الآن في خاصة في دول الخليج بالذات، مدارس أمريكية، ألمانية، أوروبية، هندية لا تعلم الدين، وهؤلاء أغلبية المجتمع، وهم الذين يظهرون على الشاشات ويفسرون القرآن ويتكلمون عن الإسلام، وعندما يهاجم الإسلام يطقطقون رؤوسهم. التعليم الديني عندما يعلم الطفل عندنا لا إكراه في الدين، ويعلم كذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، كيف يمكن أن يأتي منه التطرف؟
التطرف وتهمة التطرف كذب وبهتان على الأمة الإسلامية. نحن نعلم أطفالنا وشبابنا أن الله الرب الذي نعبده هو السلام، اسمه السلام، ونبينا نبي السلام، وديننا دين السلام. حتى التحية التي نحن نلقيها على بعضنا هي السلام. فهذه التهمة أولا هي كاذبة، ثم هذا هو الطريق وهذا هو المدخل الذي يدخل منه الأعداء. أين نحن من اهتمامنا بأطفالنا؟ أين الكتاتيب؟ أين العناية بهذه الفئة من المجتمع؟ هذه مشكلة. والحمد لله في الهند مع كثرة الشعب المسلم الهندي حوالي 300 مليون، لكن هناك جهود، ونعرف أن الجهود هي قاصرة، ليست يعني كما ينبغي. هناك كتاتيب في القرى والأرياف والعناية بقراءة القرآن، يعني إذا تلعثم الأعجمي في قراءة القرآن فله أجران، أما العربي أن يتلعثم ويخطئ هذه مصيبة. إذن لابد من المراجعات، لابد من النظر في الأولويات، لابد من أن نقف وقفة صامدة ونبين ما يهاجم به العدو. هذا ما أردت أن أقوله. جزاك الله خير بارك الله فيك. الشيخ عبد السلام النجيدي، كلمة أخيرة وبها نختم حول هذا الموضوع، تفضل شيخ. بارك الله فيكم. بمناسبة أن تعليم الدين والقرآن هو صيام الأمان وهو المعين العظيم للموجودين من ذوي المسؤوليات على إشاعة السلام الاجتماعي والسلام العالمي، حدثت محاورة بيني وبين أحد الأخوات الأمريكيات على متن طائرة. كنا نتجه من مدينة إلى مدينة، من مدينة أيوة إلى من ولاية أيوة إلى ولاية لوس أنجلوس إلى مدينة لوس أنجلوس. ففي الطريق في الطائرة تسألوني عن القرآن وعن هذا الذي تسمعه في الإعلام الميديا حول الإرهاب وما يسمى بالإرهاب. فأنا أخرجت لها مصحفا مترجما إلى الإنجليزية، قلت لها انظري هذه هي السورة الأولى عندنا وهي أكبر سورة اسمها ذكاو. طبعا ذكاو ليست ترجمة دقيقة، يعني البقرة ليست ترجمة دقيقة عندما تقال ذكاو، لأن المقصود هو بقرة بني إسرائيل. قلت لها في أول السورة يقول الله تعالى في الآية 40: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. بعد ذلك في الآية 136 يقول الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. فلم يسمي من الأنبياء إلى أنبياء ما يسمى بالكتاب المقدس، الكتاب المقدس. عندما نصل إلى آخر السورة نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إذن هذه السورة تتكلم عن العلاقات بيننا وبين بني إسرائيل في النواحي الإيجابية وتسميهم بأفضل وأحب اسم إليهم، وفي النواحي السلبية تبين الخيانات التي وقعت منهم وهذا موجود عندهم أيضا في الكتاب المقدس. السورة الثانية سورة آل عمران، ولا يوجد عندهم نفس الأوصاف الموجودة عندنا من كلام عيسى في المهد وغير ذلك. السورة الثالثة سورة النساء، هم يضعون قلقا حول الإسلام في الكلام عن الأقليات وفي الكلام عن النساء. إذا أول سور موجودة في القرآن الكريم هي تتكلم وتعطي الإجابات. حسبك في 3 آيات من سورة النساء يتكلم الله سبحانه وتعالى عن 16 حقا من حقوق اليتامى، الآية 2 والآية 3 والآية 6 من سورة النساء، 16 حقا. السورة الخامسة بحسب الترتيب المصحفي التي هي 4 بعد الفاتحة سورة المائدة، وهي كلام أيضا عن العلاقة بيننا وبين أهل الكتاب. هذا الضبط قلت لها وإن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، بعد ذلك وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتينا بالإنجيل. حافظ القرآن الذي يحفظ هذا الكتاب، هل يتصور منه أن يكون اعتداء على من يتمسكون بكتبهم؟ الله يقول في كتاب في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. وهذا شيء عجيب. المشكلة أن هذا الصوت لا يصل إليه. هي طبعا تعجبت من هذا تعجبا عظيما. الصوت لا يصل إليه. من يمثلنا ليوصل مثل هذه الأصوات؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يرسل بعثا ذوي عدد اختبرهم فيما عندهم من ملكات، فأرسل فجعل أميرهم من يحفظ سورة البقرة. لا شك أنه الذي يحفظ سورة البقرة يمكن أن يمثل تمثيلا دبلوماسيا لائقا، وقد عرف كيف يمكن أن يتعامل مع نفسيات القوم الذين سيقدموا عليه. إذن القرآن صدام وأمان حقيقي. جزاك الله
جزاكم الله خير شيخنا على هذه الكلمات، وجزا الله خيرا جميع المشايخ الفضلاء المشاركين والحاضرين في هذه الندوة في هذا اليوم الطيب المبارك.